نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الشيخ هذا يسأل يقول إنه ترك إيش؟ هذا سائل يسأل يقول إنه أكل لحم الجزور عدة مرات ولم يصلي بعد أكله، وذلك يعني لم يتوضأ. إنه لم يتوضأ بعد وصلى من بعد أكله، ويقول إنه سهى أنه ناقض، وإلا هو يعرف لأن أكل لحم الجزور ناقض للصلاة، ويقول إنه الصلوات لا يعلم عدده. هذه المسألة جزء من مسألة عامة، لو أن الإنسان أحدث ببول أو غائط ونسي أن يتوضأ وصلى، هل صلاته صحيحة؟ الجواب لا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولا صلاة بغير طهور. فصلاته غير صحيحة، فيجب عليه قضاء ما فاته، قضاء ما صلاه بغير وضوء بعد أكل اللحم. فإذا قال أنا لا أدري، قلنا تحر يتحرى، فإذا غلب على ظنه أنها خمس أو ست أخذ بغلبة الظن، فإن شك لا يدري أخمس هي أم ست ولم يغلب على ظنه شيء، فليأخذ بالأقل، يعني بأنها خمس في مثالنا هذا، لأنه متيقن وما زاد مشكوك فيه ولا عمل عليه.